اوه منطقة جديدة والله. 5/6 اوهوهو اتوقع هذا ستوريج، اخيرا لقيت ستوريج. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم يا اوسم زر جايكم الحلقة الثانية من سلسلة سلايم رانشر او مزرعة سلايم. الله يعطيكم العافية على الدعم الحلقة الماضية ما شاء الله، طلبتكم 20,000 لايك ووصلنا 26,000 لايك، شكرا 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 لكم، الله يسعدكم ما قصرتوا. خلونا نواصل هذا الدعم الخرافي عشان نكمل السلسلة وننزل اكثر واكثر من هذه السلسلة. طيب الحلقة الماضية لو تذكرون تقروشنا شوي من السلايمز هذولي واللي تغير اشكالهم واللي 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 كثير كومنتات، حعرض لكم الكومنتات اللي جتني وساعدتني كثير، شكرا لكم، الله يسعدكم يا اخي، والله العظيم انكم ما قصرتوا، كثير كثير ساعدتني في السلسلة هذه كلكم بدون استثناء، سواء اللي طلعت الكومنت حقه او اللي ما طلعته، شكرا لك لانك ساعدتني في السلسلة هذه واعطيتني معلومات كثير. فالحلقة الماضية اهم شيء سويته اللي هو حبست ذولي، فراح نكمل هذول يتلخبطوا وهذول يتلخبطوا وحيا يطلعون، واللي يقول ريان اذا ما اكلتهم ترى يطلعون ينزعجون ويطلعون، لكن اذا اكلتهم يقعدون في اماكنهم، عموما ما لنا دخل. شباب سويت شيء وانا قاعد افر قبل الحلقه عشان ارتبهم شويه. اول شيء اكتشفت ان هذا يمديك تنام فيه هنا، يمديك تسوي، انا ما كنت ادري يمديك تضغط اي واذا كان في ليل تسوي سليب، فا اوكي هذا شيء جميل. هنا هنا ضغطت شيء وجبت ام العيد. دقيقه دقيقه شوف ايش قال لي او ايش قالت لي هذه. يقول اسمها ثورا ويست، يقول هيلب مي اوت هير اند اي ويل ميك شور يو جيت واتس اود. وش اود ما ادري، بس زبده انها تبغى 3 اورات عاديه و8 جزر و6 فروت. اوه داش بوتس، اوه ظهر هذا تسرع الظاهر. المهم راح يعطيني هذه 3 اشياء. اوكي اوكي يعني هذا تحديات. طيب يلا خلونا نطلع ونحاول نجيب هذا الشيء. شيء ثاني شيء اهم، انا ما ادري احس اني قاعد اضيع وقت. شيء ثاني اهم يا عيال، هذه شكرا انكم علمتوني كثير. يقول ريان لا تدفع واجد ولا تعطي البلورات عشان تاخذ فلوسك، لان كل ما دفعت كثير راح تنزل سعرها، راح ينزل وفعلا نزل 6 بس الحين قاعد يرتفع 7، فكل ما ابقي الاورات وما ادفعها تزيد سعرها لين يعني تصير سعرها مرتفع. لين اسوي تبادل خصوصا الاشياء الغاليه يعني. فمكتوبه هنا، طبعا مكتوبه هنا انه النتورك، ان الماركت نتورك هو عباره عن بايرز وسيلرز، يعني بايعين مشترين وما ادري شو، انه هذا في الجالكسي وفي المجره انه ترى في ناس يشترون، فحاول انك تخلي يعني اشياء زي كذا. عموما الان راح احاول ادور 3 اشياء هذه عشان اجي وقايض هذا اللي مش اسمه ما ادري ايش وست، فراح احاول ادور على الاشياء هذه. اوكي هناك فيه اوكي، اوه في جزر بعد هنا، كويس كويس. اخذنا بلورات البينك سلايم ما احتاجك شكرا، واخذنا بلورة فسفور اوكي تمام، وهذه انا احتاجها، احتاج 3 اتوقع او 7 شيء زي كذا او 7 8 3. وهذا برضو من الاشياء اللي علمتوني اياها، تروح لما السلايم ويكيبيديا وتروح لما السلايم وتناظر هذا وش ياكل هذا وهذا. شوفوا ما اكتشفنا الا 4 انواع بس، وفي انواع كثيره مختفيه، وفي هذا اللك سلايم اللي هو ما ادري ظاهر ندمجنا 2، وفي هذا اللي هو المعصب، وهذا اللي اسمه تار ذا تار، وفي الريسورسز كيف تجيب الاشياء، مره اشياء كثير ممكن تتعلمها، فشيء مره حلو. اوه اورات حلو، ما راح نقول لا. الاورات زي ما قلنا قبل لا تستخدمها، خلها معاك عشان تجمعها عشان بعدين تصير سعرها اغلى. انا صراحه ما راح ارتاح لين احبسهم كلهم، اذا حبستهم كلهم خلاص انا كذا بكون مرتاح مع 20 بلوره. لازم اجيب لي مخزن، كيف اجيب لي مخزن؟ خلونا نرجع، بس لا احتاج الاكل. اوه هنا في اكل، لا تاكلون دقيقه. حلو معنا 7 بس لا اتوقع انا خلصنا بلوره فل. يب جبنا لها 2 3 بعدين 3 أو 8 جزرات، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعدين نعطيها هذه 1 2 3 4 5 6. اوه هلا طب لا يا الذين اصبروا. الله ياخذك ابو شكلك يا شيخ، يا اخي ليه كذا انت شرير؟ لا شو كيف ياكل؟ الله ياخذ دقيقه ابلع. الله ياخذك ما حسبت حسابها هذه. خلنا ناخذ دجاج، ذولي الدجاج مره مهمين، اكل منهم واحد من الذين. هذا بيتحول؟ او لا اعطاني. طب دقيقه ابغى استرج، وين اجيب استرج؟ عشان كذا اقول لكم ملخمه الموضوع. خلينا نشوف كم سعرها الحين، كم اسعارها؟ طلع 7. طب استرج من وين اجيبه؟ هنا السؤال، استرج من وين اجيب؟ اتوقع ان استرج شوف كيف تغيروا يا الله. الله ياخذكم بلا. طب عادي تغيروا بعدين يصير خير، صار معي فلوس واجد. انا محتار. شوف الحيوانات، تخلوا عليهم. لا اوكي طب دقيقة. والله لازم تكون بلاوي وخرابيط، لازم يكون فيه كذا. الله ياخذكم يا شيخ، تعال يا ابن الذين، تعال
لازم كذا ما نقدر لازم يكون في عيد لازم. شوف كيف صار الدنيا. طب شوف سلايم عوافي سلايم بس ليه كيف تخلون يا حبيبي اللهم صل على محمد يا اخي. فجأة شوف كيف تحولوا وشوف كيف صاروا. يا الله طيب الله ياخذكم تعال روح يا ابن الذين. طبعا في كثير قالوا لي بعد يمديك تحط فزاعة. اطلع انت وياه. اطلع روحوا موت والله ياخذكم. ينفجرون. عرفتوا اللي يبغى صيح بس ما ابغى صيح. يب ذاتس مي. ابلع الله ياخذك يا شيخ. شوف كيف خلصوهم. الله ياخذكم. اوكي خلص الجزر اللي عندنا. او قصدي طلع يعني نبت. الله حسبي الله عليهم. شوف كيف خلصوا. شوف سهل جدا انك تجيب شو اسمه وينهم من راحوا ماتوا. سهل انك تجيبهم. بس ما ودي يصير نفس اللي صار. صدقون خيره خلينا نقول خيره. طب خلينا نسوي واحد جديد هنا انهم ما يطلعون. ايرنت. يب ايرنت. خلينا نسوي له بيرشز ايرنت هنا عشان اذا جمعنا يطلعون. وبرضه نفس النظام هنا ايرنت. الله يجزاك خير الله يعطيك العافيه. يب خلاص الحين خلنا ثلاثه ما يطلعون. بعد شيء ثاني مشكله. طيب اوكي طيب تعطونا مهام بس المشكله وش الفائده يعني. انا ابغى ستورج. وين راح ستورج؟ الظاهر انه هذا تانك بوستر يمكن. ما ادري وين ستورج والله ما ادري وينه. كيف اجيب ستورج لاني انا تقروشت الصدق. شكل بدفع هذه للاسف يعني راح ادفعها. والله شيء مؤسف الصدق. يعني المفروض ان اضبط عمري بس شوف هين السلايم ذولي يجونك بسرعه. شوف ها راح اجمع كم واحد الحين. بس المشكله في ان ليش التحولات هذه صارت. هذه المشكله هذا اللي مقروشني. بس نروح نعطي هذاك الطلب حقه. لا ما عنده ما يبغى هذا. اوكي طيب هنحط هذولي واحد 2 3 4 5 6 7 8 كذا ما راح يطلعون. خلنا ناكلهم يعطينا بالورات. هل هذه التحديات اللي خلصتها راح يعطينا ستورج توقعون؟ طيب يبغى هو ثلاث انواع. هذا هو ابن الذين. الله ياخذه. بهذلنا مع ان الان انا منقهر صراحه. ودي ادور ستورج عشان اخزن فيها الاشياء هذه. طيب ابغى تابي. اي على طاري في برضو كومنتات قالوا ريان مو هنا. لا بس في الحيوان اللي هو او الكبير اللي يجيك كبير. اوكي هذه مفاتيح. في اللي يجيك الكبير هذا ناسي اسمه بس الزبده هذا لازم تاكله كل شويه عشان اعطيك مفتاح او تاني ينفجر بعدين اعطيك مفتاح. فا اوكي شيء طيب اللي هو اتوقع هنا. يب هذا شوف لو اكله ما ياكل. ها يبغى ظاهر بوغي فروت ذيك. هذه فيجيتبل. ابلع في عينك. صناديق. اي صح هذه صناديق بعد من الاشياء اللي. طب خلينا نرمي هذه على جنب بعدين ناخذ هذه. هذه ما ياكلها. اوكي تعال لا تاكلون الدجاجه. صح هذه بعد من الاشياء اللي قالها لي واحد في الكومنتات انه الصناديق هذه اكسرها فيها اكل وفيها فلوس. هنعطي هذه كذا خمسه. نحط الباقي هنا. اوكي تابي بالله هد شويه اللعب. فسفور كم يبغى هو؟ يبغى ثلاثه زياده. والباقيين التسعه تعالوا هنا عند الاير نت وعند الشيلد هذا. طيب باقي بس اربع رك. هاي ثلاثه باقي واحد رك. هذا وش ذا؟ الو ليه ما نقدر ناخذ هذا؟ تعال وين راح؟ وش صار هذا اللي تو؟ هذا اللي يسمونه لكي ما ادري ايش. هذا وش ذا؟ شيء جديد. كوبيري. اوكي وصلنا. طب اول شيء حاطين اربعه ودجاج. هنعطي هذه. حلوين. لحد يجي. اوكي لحد يجي. طيب هذه عطني اياها. انا ما ادري ليه حاطهم هنا بس حطهم هنا. حط الدجاج هنا. طب هناخذ ذولي. طيب هذا كم صار سعر السوق؟ ثابت اوكي على سبعه. الظاهر بيعطيني تحدي جديد هنا. او مقفل. 22 يا حبيبي شوف كم صار معنا. يا ساتر اوكي. طيب الشيء اللي قاعد يسويه غلط. انا ابغى اخزنها لين ترتفع لكن يلا مو مشكله. صار معنا 800 وشوي. لا ما ابغى اسوي هذا. سايلو هل هذا هو ستورج؟ شوفوا يا رب اني ما جبت العيد. السايلو هذا هو الستورج لان كان مكتوب كذا ستورج. يقول يو كان تيك ات وذ يو او بوت ات ان ستورج. الظاهر هذا وصف له. يا ربنا هو. اتوقع هذا ستورج. هذا هو ستورج.
طب كيف اجيبه؟ اوكي 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 اخيرا لقينا ستوريج. طيب سوينا ستوريج اخيرا اخيرا اخيرا. طيب يلا الحين بدي نخزن فيها اشياء لين الحين. انا الحين مستانس، انا مستانس الحين، انا الحين بدت رجعت الحياه، رجعت الحياه. طيب هات البلورات كلها. يا سلام عطني حبه بلوره. يا سلام عليك، الله عليك. او اب اول نايت، حلو. طيب الحين نرجعها هنا، نحطها هنا. شوف صار معنا، يا ساتر ايه يا شيخ من اول. عطني هذه، والله نايس. اخيرا اخيرا الحين اقول اخيرا. طيب هذول ايش ياكلون؟ هذول فروت، ما ياكلون فيجي. طيب هذول ياكلون ميت. شوف شوف قاعدين ينظرون ذول، يبغونهم. طيب يلا ابشروا ابشروا، تبغونهم ابشروا، تبغونهم ابشروا. خلنا ناخذ منكم كم حبه؟ اربع حبات. طيب يلا اكلكم، اخاف اني افرط بهم ذولي. يلا بسم الله. يلا ايوه، ايش بيصير؟ ولا والله اوكي والله اني فاي. طيب كل يا اللي توك جاي، ولا انت ماكل شبعان؟ طبعا انت كل. ايوه حلوين حلوين، طلعون اثنين هذولي. اوكي اوكي رجعت الحياه، رجعت الحياه رسميا يا عيال. خلينا نخزنها هنا عشان بعدين ندفعها ويصير عندنا واجد. طيب حلو حلو حلو. طيب شباب الان خطتنا ايش؟ خطتنا ان راح نجيب ذولي. اتوقع اني كذا بخلصهم للاسف. طيب بغطي غطا كذا ايرنت، اوكي اوكي، واجيب الازرق، النوع الازرق. طيب يلا بسم الله، خلينا ناكلهم ذولي مره ثانيه زياده. ابلع وانت ابلع. طيب دام ما عندنا مهام حاليا، اللي افكر اني اسوي ايش؟ اني اروح اجمع بلورات واروح اجيب الازرق اللي هو الروك، واروح نستكشف زياده. ومعي انا اكل، بس لا احتاج فروت، احتاج فروت. الفروت على اساس خلينا نخزن الاكل، خلينا نخزن الاكل. يمديني اسوي فزاعه، في كثير قالوا لي يمديك ترى، في كم واحد قال لي ترى يمديك تسوي فزاعه. ما حد ياكل من هذا. الو ليه ما ينحط؟ اوه كذا ايوه. لا تقول لي حدها 20، تكفى لا تقول لي حدها 20. استورج المفروض انك يمديك تحط اكثر، فمديك تحط فزاعه عشان ما ياكلون منها هذول اذا طلعوا. اي كفو يمديك تحط اكثر، حلو. يلا 28، اني اروح اجيب ميت واروح اجيب فروت واروح اجيب روك، لان الروك مات عندنا تعرفون يعني. بدايه جديده. بسم الله بالله كيف ما تحسون انها بدايه مرتبه الحين؟ اوكي جبت العيد جبت العيد جبت العيد جبت العيد جبت العيد جبت العيد. اخي نسيت الغطا مفتوح، قاعد اشرب بروتين يا الله. طيب اوكي دقيقه بس. اخ طيب يلا ما اقدر نعترض، الحمد لله على كل حال. طيب الان زي ما قلت لكم بروح اجيب لي الروك، نفس الوقت باكل هذاك. فروت فروت فروت، اليوم لازم ناكل ذاك عشان نشبعه ونشوف هل بينفجر بيعطينا مفتاح ولا لا. اوه في طريق هنا ما انتبهت له، طريق جديد هذا. اوه منطقه جديده والله، اول مره اجيها. اوكي حلو حلو حلو. السلام عليكم، والله منطقه جديده. اوكي 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 اول مره اشوف منطقه زي هذه. نروح يسار. طيب يسار فيه اللي هو الباب هذا المسكر، ظهر اذا اخذنا مفتاح نقرر اي باب نفتح ممكن، او ممكن كل مفتاح له باب. نجيب هذا، خلنا نكسر المكان عشان ناخذ الاغراض اللي من جوا. وهناك هناك تشوفونه هناك فيه واحد مدينا ناكله. بس دقيقه خلنا نكسر هذا. هوب ايوه فروت بس شكرا. طيب ايوه هذا 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 ما شفناه، نروح له خلنا ناكله، ناكله فروت صح؟ لا هذا يبغى ميت. طيب يلا خلنا نعطي ميت. اكل اكل اوكي اوكي، لازم نعطيه وقت، لازم نعطيه وقت. كنت باكل ازرق والله اني شرير. هل هذا يعتبر دقيقه الهنهن العادي يعتبر؟ اي يعتبر. اوكي في دجاج هنا شفت انا واجد، تعال انت ظهر الحين بينفجر ما ادري. واحد اثنين ثلاثه اربعه، انفجر يرحم والديك انفجر سنة. طيب معنا 13 فروت وهذا شيء جميل برضو، ودي اروح لما ذاك اللي ياخذ فروت، كان ياخذ فروت الظاهر، الظاهر انه كان ياخذ فروت. اوكي في دجاج هنا بس ما لي خلق ارجع. وين كان وين كان؟ تحت هنا هنا اي هنا فروت صح؟ يا فروت، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. يلا يلا انفجر، راخ ابليس السن عشان ينفجر. عرفت هذا هذا لأنه فيسفور، وهذاك لأنه ما أدري وشو هذاك، يعتبر الظاهر إنه روك يمكن، عشان كذا كان يبغى تكسر بس فلوس، كان يبغى ميت. هن هن أو ستون هن، ستوني هن. يلا ابلع 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 ابلع، اكلناك واجد يا الغالي والله، المفروض تنفجر تعطيني مفتاح صراحه. يلا خلينا نحط ذولي، تعالوا انزل هنا يعطيكم العافيه. نروح نخزن البلورات، خزن امه يا حبيبي. وهذه حطها هنا،
الأكل ممكن أجيبه وأحط الروك عشان يب أتوقع الأكل. خلني أجيب الأكل كله، فضل أكل أوكي، بعدين حط بدالها الروك. طيب هذولي هنروح نشوف الأسعار زادت ما زالت. طيب حلوين حلوين، أعطونا البلورات الله يعطيكم العافية، طلعنا 16 بلورة والله العظيم شيء جميل، أقسم بالله شيء جميل. خز أم البلورات، أوه توه ما امتلت، الظاهر تمتلي على ما أدري 1000 ما أدري، أتوقع أو 500. هذولي فروت وهذولي فيجي، أوه فيجي يعني مديني أعطيهم هذه؟ أي والله يمديني، حلو 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 حلو. امسك انتوا يا اعطونا البلورات حقتكم، يلا 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 شدوا حيلكم. اخ والله طلع الموضوع مريح الحين يوم حشرتهم كلهم خليت لهم ايرنت. طلع لا هذه ابغاك، طلع الموضوع مريح مره. ادخل انت يا لا حتضرب، اح والله 48 تشبيه. طلع البلورات جوا عشان نبيعكم، اذا لا نبيعهم 26 هذا يبغالنا نجيب لهم 100 لان اغلى شيء هو 28 تقريبا، ولا خصوصا اذا وقفنا وزاد سعره يا سلام. يلا طب خلونا نسوي مهمة الحين وعبال ان شاء الله اذا خلصنا المهمة ان شاء الله نزود سعر ذاك عشان نبيع الاغراض. طيب بسم الله. طيب يقولك اوغدين كورتيز ام وركينج اون نيو ريسيبي هيلب مي اوت. طيب وش تبغى الريسيبي؟ بس يبغى 3 فروت اللي هو فراولة اتوقع، و9 جزر، و7 القلب هذا ما ادري فجل يمكن، راح يعطيني اوكي هذا راح نستخدمه كاكل او ممكن نزوجهم ما ادري. عموما 13 دقيقة بس، يبغى 9 7 3 9 7 3 اوكي. شلون في الليل؟ وهذا هذه لا هذه فراوله، الا فراوله هي هذه. حلو حصلنا 3 كويس بس نحتاج الفجل الحين. وخر بس نحتاج فجل راح يعطينا الجائزه. هنا راح يرسم شيء؟ ما اتوقع انه راح يرسم شيء. طيب نعطيه اللي يبغاه هذه، نعطيه 3 نعطيه 9 جزر، باقي بس الفجل. هناكل ذولي على السريع اكد. اوكي فسفور للاسف ما عندي ك ثواني دقيقه. اوه شفتوا اديشنال ستورج، يقول سيلو كان هاف اب تو 4. اي الظاهر ازيد حبه واحده بس ب 500، ازيد حبه الظاهر ب 500 او اني ازيد اربعه جديده ب 500 بس غالبا لا. طيب اوكي هذا ثابت سعره، اتوقع هذول الاثنين راح يرتفع سعرهم. اتوقع ان هذا ارتفع كان 26 صار، وهذا كان والله ما ادري. خلني ابيع هذه، باقي 7 دقائق بس عشان نجيب الفجل. يلا نروح ندور الفجل. فروت نحتاج الفروت عشان افجر هذاك. واو شوف الفروت لا اصبر لا تروح راح ابغاها بسرعه ابغى الفروت. ديم الفروت ديم. واو يقطع من الشجره ذي جامده. تصدقون ترى اتوقع ان مدينه يصلح شجره عندنا، اتوقع ما متاكد بس اتوقع ان مدينه يسوي شجره عندنا. البلورات هذه انا ابغى تشيكن واحتاج فروت راح اعطيه اكله تحت. يلا خلنا ناكله، اتوقع الحين المفروض تنفجر يا اخي، المفروض تنفجر. يلا بسم الله، يلا انفجر، تكفى انفجر، يرحم والديك. يلا شو كبرناك مره، يا الله متى ينفجر هذا؟ انفجر الله ياخذك. سمناه كثير بس ما انفجر. اذا الفروت هذا يلا ما يلا بينفجر، ما بالكم حق الدجاج. هناك شوف والله سبون جامد هنا. معليش الا خلاص امزح معكم امزح معكم اخر انت بعد ما برايق لك وخر. دقيقه خلني هيل شويه يا حبيبي، بغيت اموت. لا دخل سريع وخر انت وياه، وخر فجل اخر روحه. اذا لقينا فجل كويس، ما لقينا اللي هو الهارت بيت. على كيف امي خليتي فجل بس يلا سلكوا انتم. اذا لقينا فجل ممتاز، ما حصلنا وغالبا هذا الشيء اللي ما راح نحصله. يب ما راح نحصله هناك، مستحيل يكون موجود. طيب خلصت 7 دقائق ما جبنا الشيء اللي يبغاه، انا بيمدينا فايب. طيب حلو خلنا ناكل ذولي بس. اي شو ما طلع صديق خير ان شاء الله. الو مسكر عليك، الظاهر انهم جوعانين، اذا جوعانين ما هذا ياكلون فروت. فروت اذا جوعانين يطلعون غصب يمكن، شش زعلانين ما يقدرون ذا. طب انت امسك. طب ندفع الحين ولا خليها بعدين؟ ما ادري، اتوقع خليها بعدين مو الحين. بس هذول زعلانين مره زعلانين، يبغالنا نجيبهم فروت. نيد مدري ايش اوه هذا سهل مره. اوكي هذا مره سهل. 5 حبات من هذه اتوقع، بس 5 صح؟ 3 5 حتى، 3 1 2 3 4 5. هيي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 ي
اوكي خذنا الروستر. الظاهر الروستر يا شباب يفضل ان ما ناكله لاحد، يفضل ان نسوي له منطقه اللي هو توقع انها هذه. دقيقه، هذه هنسويها. الظاهر نحط التشيكن كذا ويتزوجون الظاهر او شيء، صح؟ اتوقع، ما انا متاكد بس اتوقع هنسوي لهم هاي وول عشان ما يطلعون. طيب اتوقع انه المفروض نسوي زي كذا، خلنا نحطهم هنا عشان يوفرون لنا هذا مصدر لحم. ف يلا تمام. خلنا نتاكد من هذه ما زاد 24 28 هذا ثابت. فيب اتوقع اني راح اوقف. ابغاكم الحين تكتبوا لي في الكومنتات هل من المفترض الحين اروح اجمع ال 100 بلوره واروح ادفعها واخذ 700 كوين لان 7% 700، ولا انتظر لين يرتفع مره لين يصير سعره اغلى؟ فهل تبغوني انتظر ولا ابيع؟ وش ابيع وش انتظر وهكذا. شيء ثاني لازم تعلموني اياه، هل طريقتي صح في الدجاج ولا لا، ولا اغير؟ وهل اعطيهم شيء ولا ما اعطيهم شيء؟ يعني شيء مثلا اعطيهم سيد ولا ما سيد، ما ادري اذا اعطيهم شيء زي كذا ولا لا. ف يب هذا برضو شيء. وش بعد هنا الاشياء اللي ما سويناها؟ في اشياء هنا ما تعلمناها وما ادري وشو، لكن اول اربع اشياء كلها سويناها. حلو، بدينا نتعلم اشياء كثيره، لكن احس اني ما انجزت يعني رتبت، اوكي رتبت لكن ما انجزت. فاتوقع اني خلف الكواليس او ببدايه الحلقه الجايه اني راح اجيب ذولي فروت، انه مره زعلانين مره منفسين، ما ادري وش يصير لهم اذا نفسوا. اوكي يطلعون بس انه مسكر عليهم انا شويه، يعني المفروض انه ما يطلعون. لا تطلع انت يا اخر. فيب اتوقع راح اوقف الحلقه هنا. يعطيكم الف عافيه مشاهده، ان شاء الله استمتعتوا بالحلقه. اذا عجبتكم اتمنى لايكات، تشتركون بقناه انتم مشتركين. بس كما اخوكم ريان اوس، بزيد نراكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.